دارت الدنيا دورتها السياسية ومعها تغيرت الظروف، والعماد ميشيل عون الذي كان ممنوعاً رفع صورته علناً ونشر بياناته وخطبه في تسعينيات القرن الماضي أصبح اليوم واجباً رفع صورته بموجب مرسوم التشريفات والمراسم رئيساً للجمهورية اللبنانية في الدوائر الرسمية والحكومية كافة. كان ممنوع نستعمل زمور العماد عون، وهذا الشيء صدر بقرار مجلس وزراء. كان ممنوع نعلق الصور، كنا نستغل الوقت بالليل لنقدر نروح نحضر ونطبخ النشا ونروح نبرم بالليل لنعلق صور العماد عون، بالوقت يلي اليوم أصبحت الصورة صورة رئيس الجمهورية تعلق بكافة الدوائر. كنا نعاني كتير ابتداء من محل تصوير الصورة بالأسود والأبيض، مش وين ما كان ومين ما كان بيقدر يصور لنا إياها للصورة، ما كان حدا يسترجي يحطها إلا نحنا، وهلأ مفروض كل الإدارات الرسمية تحطها ملزمين فيها. في أرشيف الناشطين العونيين مئات الصور، ذكريات بعضها حلو وبعضها مر عن شبان وطلاب جامعات عتنقوا الثالوث العوني، الحرية والسيادة والاستقلال، وآمنوا بجنرال نفي قسرا إلى فرنسا، طبعوا في الخفاء وعلى نفقاتهم الخاصة صورة جنرال متمرد وألصقوها مع مئات المناشير في ظلام الليل على الجدران، بعضهم أوقف وبعضهم الآخر سجن، ومن استطاع النفاذ من رجال الأمن والاستخبارات أكمل نضاله لتكبر مع هؤلاء الشبان كرة الثلج. في حادثة مهضومة طعنا مرة تنال نهر الكلب باتجاه كسروان، ولقينا حاجز لقوى الأمن، يعني اضطرينا نرجع 150 متر بعكس السير لأنه كان معنا الصور ومعنا الغري ومعنا التلزيق ومعنا كل العدة، خوفا من أنه يلاقون معنا ويوقفونا. بتذكر بال94 أو 95 كنا بعدنا جديد بالنزلة على الطرقات، تاني مرة يمكن نزلت أنا وشباب أصحابنا عم نلزق الصور، يعني تقريبا كنا رح نخلص وبدنا نفل، ما بنتفاجأ غير بثلاث شباب بيطبوا علينا قلنا أخ أكلناها. بعد 27 عاماً يعود العونيون للصق صورة زعيمهم القديمة من غير ملاحقة من الأجهزة الأمنية، وما بين الماضي والحاضر حرف ألف حذف ليصبح شعار عون راجع عون رجع على بعبدة. دارين دعبوس، قناة الجديد.